أهلا وسهلا فيكم مشاهدين الكرام، وحياكم الله ويانا في حلقة متجددة من برنامجكم عدسة إثراء. ومن خلال هذه العدسة التي نتجول فيها في جميع أنحاء دولة الكويت لتغطية جميع الفعاليات والمناسبات والأنشطة المقامة داخل دولة الكويت، منها الثقافية والاجتماعية وأيضا الدينية. فحياكم الله ويانا في حلقة اليوم، نتمنى لكم مشاهدة ومتابعة طيبة بإذن الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فحياكم الله في حلقة جديدة من حلقات هذا البرنامج. وحديثنا في هذه الحلقة حول الأصل الثاني من الأصلين اللذين لا تقبل العبادة إلا بهما. فأي عبادة من العبادات لا تقبل إلا بأصلين اثنين لا بد أن يحققهما العابد. الأصل الأول إخلاص العبادة لله، والأصل الثاني الإتيان بالعبادة على وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم. الأصل الأول إن اختل وقع العابد بالشرك، وقد قال الله عز وجل في الحديث القدسي: من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. إذا الأصل الأول متى ما اختل لم تقبل العبادة. الأصل الثاني هو اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. متى ما اختل هذا الأصل وقع الإنسان في البدعة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. إذن هذان الأصلان لابد أن يلاحظهما المسلم في كل عبادة من عباداته: أن تكون العبادة خالصة لله، أن تكون العبادة على وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الأصل قد نبهنا الله عز وجل عليه في القرآن، وقد نبه النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الأصل في السنة، وقد طبقه الصحابة رضي الله عنهم تطبيقا عمليا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. الله عز وجل يأمرنا بطاعته، ويقول الله سبحانه وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. إذن لابد من اتباع النبي صلى الله عليه وسلم حتى تنال محبة الله عز وجل. لابد أن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم في العبادة. الله عز وجل أرسله مبشرا ونذيرا، أرسله مبينا الأحكام الشرعية بأصولها وفروعها، فلا يؤخذ حكم إلا من القرآن ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فلا بد أن يتبع صلى الله عليه وسلم. وهذا ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم، كانوا يتبعون النبي صلى الله عليه وسلم بل ويبالغون في الاتباع. صلى النبي صلى الله عليه وسلم يوما فلبس نعليه في الصلاة، فلبس الصحابة نعالهم في الصلاة. جاء جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم فنبهه أن في نعليه قذرا، فنزع النبي صلى الله عليه وسلم نعليه، فرآه الصحابة في صلاتهم وهم في الصلاة، رأوه نزع نعليه فنزعوا نعالهم. فسألهم النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة: لماذا فعلوا هذا؟ قالوا: رأيناك نزعت نعليك فنزعنا. فأخبرهم بأنه إنما نزع لأن جبريل عليه السلام أخبره بأن في النعلين وسخا. فلاحظوا اتباع الصحابة، حققوا الاتباع تحقيقا عمليا بل بالغوا في تحقيقه. النبي صلى الله عليه وسلم سمع أبا بكر الصديق
يحلف بأبيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. فقال أبو سمع عمر بن الخطاب يحلف بأبيه، فقال عمر بن الخطاب: فوالله ما حلفت بها ذاكرا ولا آثرا، أي ما حلفت بها وما نقلت أن غيري قد حلف بغير الله عز وجل. وهذا مبالغة في امتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فهم يبالغون في امتثال أمره، يبالغون في اتباعه. النبي صلى الله عليه وسلم رأى في إصبع صحابي خاتما من ذهب، فأخذه من يده وطرحه وقال: يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده؟ وذهب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الصحابة لهذا الصحابي: خذ خاتمك فانتفع به، أي لك أن تبيعه على من له أن يلبس هذا الخاتم، أو أن يكون هدية منك إلى من يصح له لبس الخاتم. فقال الصحابي: لا والله ما آخذه أبدا، وقد طرحه النبي صلى الله عليه وسلم. مبالغة في الاتباع. إذن على المسلم أن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم، أن يبالغ في اتباعه صلى الله عليه وسلم، ومن اتباعه اتباعه في العبادة، فلا تفعل عبادة لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا أيضا كان يمتثله الصحابة. عبد الله بن عمر رضي الله عنه سمع رجلا عطس فقال: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فقال عبد الله بن عمر: وأنا أيضا أقول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ولكن ما هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قل الحمد لله رب العالمين، أو قل الحمد لله على كل حال. فعمر عبد الله بن عمر يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، يصلي عليه في المناسبات المشروعة، مثل بعد الأذان يشرع للمسلم أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، مثل التشهد الأخير يشرع للمسلم أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. فثم مواضع يشرع أن يصلي فيها المسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، مثل ليلة الجمعة يشرع الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فثم مواضع معروفة، ويشرع أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم صلاة مطلقة لا تختص بسبب ولا بوقت. ولكن هذا الرجل ماذا فعل؟ عطس فقال: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وهذا ليس من المواضع التي تشرع فيها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم ما علمنا هذا. فقال عبد الله بن عمر للرجل، قال: وأنا أقول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أي أنا أحمد الله وأصلي على النبي، لكن ليس في هذا الموضع أصلي عليه، في هذا الموضع أحمده فقط، لأنه علمنا أن أحدنا إذا عطس فإنه يحمده، ولم يعلمنا أن أحدنا إذا عطس فإنه يصلي عليه. فقال عبد الله بن عمر للرجل: وأنا أقول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ولكن ما هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قل الحمد لله، أو قل الحمد لله على كل حال. إذن هذا أصل عظيم نبه عليه القرآن الكريم في مواضع، ونبه عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وطبقه الصحابة رضي الله عنهم، وهو الاقتصار في العبادات على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فلا تزاد عبادة ولا يزاد في وصفها ولا يزاد في عددها، يكتفى بالعبادة على الصورة التي كان يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم. بذا تمت هذه الحلقة، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وصلنا وإياكم مشاهدينا الكرام إلى ختام حلقتنا من عدسة إثراء في هذا اليوم، ونلتقيكم غدا إن شاء الله في نفس الموعد. لكم منا أجمل تحية ومع السلامة.